ست فوزية عنك. ما تجيلاش يا محروس، ما تتعبش روحك. أتعب روحي إيه؟ هو أنا طول لما أتعب روحي علشان خاطرك؟ بعد كده لما تعوزي حاجة ابقي شيعيلي أي حد وأنا أجيب لك اللي أنت عايزاه لحد عندك، ولا تتعبي نفسك. ده ما كنت بجيب حتة تاني قماش. وماله؟ أجيب لك الدكانة لحد عندك. يا سلام، هو أنا طول أخدم ست الكل. تسلم يا محروس. مش أنا اشتريت دار؟ والله ألف مبروك. الله يبارك فيك. بحري إنما إيه؟ عسل والله. إيه؟ ناوي تتجوز ولا إيه؟ يا ريت. يا ريت؟ يا ريت إيه؟ أنت بس شاور على أحسن بنت في البلد دي كلها وأنا أتجوزها. أنا بصراحة اللي عيني عليها يعني ممكن تكون شايفاني قليل عليها. قليل إيه؟ ده أنت راجل مال وهدومك وكسيب، وبعدين خلاص بقى عندك بيت ودي أهم حاجة. اللي عيني عليها فوق عالية قوي وأنا بصراحة تحت. تكونش بنت العمدة يا واد؟ بقول لك اللي بحبها فوق وعالية، تقولي لي بنت العمدة؟ ما تنطق يا مجندل أنت. يعني أقول؟ ما تقول. أنا هقول. يه ما تخلصني. بصراحة يعني أنت يا ست فوزية. نهار أبوك غبر. ازاي محروس يتجرأ ويقول لي كلام زي ده؟ لا، انا مش لازم اسكت، انا لازم اقول لعبد الحكيم، لازم يعرف مقامه ويعرف ان انا ست وتاج راسه كمان. قال محروس، قال طب ما هو قالك ده، قال انك فوق وعالية قوي، قال إنه مستحيل يقدر يوصلك أو حتى يطولك، وإنه عارف إنك مش هتردي عليه، وإن أنت بالنسبة له حلم. وبعدين فيها إيه يعني لما يقول إنه عايزك؟ يا ويلك يا فوزية، بقى تصومي كل ده وتفطري على بصلة؟ لا لا يمكن. ها، قال محروس، قال محروس ده أجري شغال عندنا بلقمته، قوم اتجوزه. لا 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 لا. طب وفيها ايه يا بنت؟ هو يعني الواحد يقدر يمسك قلبه لما يدق، ولا لما يبقى له شوك في حاجة؟ وبعدين محروس ده راجل طول بعرض، ماله يعني عشان فقير؟ وماله، ما كلنا فقراء. هو في حد يملك من أمره شيء؟ يا لهوي. طب وسيد؟ يا مرارك يا فوزية، يا مرارك. تنين في يوم واحد يعني تفضل ناشفة محجرة كده، ولما ربنا يفرجها تتفتح على البحري؟ عشان تعرف يا بنت انك لسه عليك الطلب، وانك حلو حلوة وقمر، انت بس اللي حاجبة روحك عن الناس. يخيبك يا محروس، يعني ممكن يكون في ألف واحد عايزك يا بنتي يا فوزية في البلد، وخايف زي الواد محروسك ده وحاسس انك فوق وعالي عليه وانك بعيد عنه. أيوة أمار، أكيد يقطع الفلوس ودجاجها. أنا لسه حلو. أو والله حلوة وصبية اليومين دول، بينهم يومينك يا بنت. يا دي البخت المهبة، يا دي السواد والحزن، يعني ما يجيش العريس اللي هو اخوك ميت ده. يا بنت قولي لي مالك؟ ايه اللي مخليكي شاريه راسك كده وقافله عليكي بابك؟ لا شاريه راسي ولا حاجه. وبعدين هعمل ايه يعني؟ سايبالك السايب. لا افهم. يوه يا جبريه، عماله تعني وترني وجايباني شمال ويمين، في ايه يا بنت؟ تفهمي احنا الاثنين في مركب واحده، يعني لازم تكون مرسانه واحده. وانا قلت غير كده؟ ما انت لما تبعدي عني وتهمليني كده لوحدي، الفار لازم يلعب في عبي، وانا يعني حبيت اكون صريحه معاكي. فريه يا وليه اللي هيلعب في عبك؟ ما تقولي فيه كانك عامله تقعدت مع كريمه.
طب قالت لك ايه خلتك تنسي اللي عملته معايا؟ كريمة من دي جاتها شوطة تاخدها. ها؟ همال في ايه؟ اقول لك وما تقوليش لحد. قولي، وسر كبير يعني؟ لا هو مش سر ولا حاجة، بس يعني حكاية مش وقتها خالص. قولي. أصل يعني يا بنت انتبهي، وجعت قلبي. أصل جاني عريس. ها؟ بجد بنت؟ جاكي عريس؟ صدقي أنا كنت بصلي الفجر ودعيت لك. صح يا جبرية؟ صح والله، العريس ده بركة دعيانا. أصل الصراحة يعني هو مش عريس واحد، دول تنين. بسم الله الرحمن الرحيم. طب مين فيهم اللي ناويتي ترميه برمش عينك؟ ما عارفاش، عشان كده قلت اقول لك وانت تشوري علي. وبصراحه انا خايفه اقول لعبد الحكيم يقول لي اخوك لسه ميت، استني شويه يقوموا يطفشوا التنين. لا يطفشوا، ده احنا نقتلوهم وما يطفشوش. قولي لي انت وانا هفيدك نعملوا ايه. هقول لك. تشاور لك ده. طب ايه قولك عاد؟ انا هقول لعبد الحكيم. قولي له. واه ما همك شيء؟ لا خلاص، انا كل اللي يهمني ان انا ابقى معاكي وبس. ده انت اتدبيت. اتدبيت عشان بقولك اللي في قلبي. طب ايه قولك بقى اني ما بنامش الليل؟ وايه قولك بقى ان قلبي قايد نار؟ انا خلاص، ان ما كنتش تتجوزيني انا هموت نفسي. موت هتاخدك. طب ان شاء الله تطلع روحك دلوك. انا عارف ان عمرك ما هتبصيلي ولا هامل عينك. طبعا، ما انت الست فوزية، بنت الاكابر، زينت البلد اللي جمالها ما وردش على حد ولا حد يقدر يفتح عينه فيه. انا قلت ان عمرك ما هتبصيلي ولا هتفكري فيا، بس مش مهم. المهم عندي ان انا قلتلك وانك عرفتي. بالك انت لو ما كنتيش عرفتي انا كنت عشت طول عمري قلقان وتعبان وحاسس انك ضيعتك من ايدي من خوفي. بس انا قلتلك، انا اللي مزعلني ان انا ما اتخلقتش كبير من عيله كبيره وغني تملى العين عشان اجي اطلب ايد بنت الاكابر اللي البلد كلها بتضحك عليها. بتضحك عنا انا؟ امال ايه؟ اقولك ايه ولا ايه؟ طب ايه رايك بقى ان حريم البلد كلها بيغيروا منك، الصغار قبل الكبار، نفسهم يبقوا في حتة قد كده من جمالك ولا طلتك؟ محروس، انت بتقول كلام انا ما فهمش معناه. وعزة جلالة اللي انا بقولك الحقيقة، هو مش الهضبة برضو بيقول قمرين دول ولا عنيك؟ هضبة مين؟ عمرو دياب. عمرو دياب، دي حجتك ايه يا واد يا محروس؟ بس برضك ما يصحش انك تشاور لك ده، عيب. الحب عمره ما كان عيب. ايوه صح، الحب عمره ما كان عيب، بس العيب انك ما تحترمش حرمه البيت اللي انت فيه. اللي انت غلطان ولازم تعترف ان انت غلطان. يا ستي انا غلطان من ساسي الراسي، بس اهم حاجه رضاكي عني. باه رضاكي عني بعد يا واد.
بعد يا وائل.